طيب أعود لي الأستاذ ياسر النجار. إذن يعني يقول السيد ألكساندر بأنه يبدو أنه الاستراتيجية هي تحرير الدنباس بشكل كامل من قبل روسيا. بالنظر إلى معطيات هذا العام الماضي من بداية الحرب وحتى اليوم ولما حققته روسيا، هل تستطيع روسيا أن تحقق هذا الهدف هو تحرير الدنباس بشكل كامل، وهل يستغرق وقتا طويلا حسب رؤيتك؟ يعني أنا أفترض أن هذا الهدف هو هدف كان منذ بداية شباط 2022 ولم يتحقق هذه اللحظة. يعني أعتقد أن يعني كان يعني طموحات روسيا أن يستغرق ذلك بضعة أيام أو بضعة أسابيع أو حتى لنقل بضعة أشهر. تجاوزنا، تقاربنا على السنة ونتجاوز، لذلك أنا أعتقد ليس الموضوع بهذه السهولة. أيضا وجدنا أن يعني الانكسار الذي حصل في خيرسون كان انكسارا ليس بالقليل. الآن أعتقد أن هناك سيكون مشاركة جديدة، بعض التلميحات أو بعض التصريحات أو بعض الوقائع. عندما أسمع أن طائرات أوكس الآن باتت متواجدة في الجو على طول الحدود الأوكرانية، وهذه الطائرات يعني ليست بالقليلة من حيث يعني عملية جمع المعلومات واستراتيجيات العسكرية، تتدخل في إدارة المعارك العسكرية عندما تشارك الولايات المتحدة أو الناتو في عمليات عسكرية. إذن سيكون هناك فارقا عندما تشارك طائرات الأوكس بالمعلومات مع الجيش الأوكراني. الأمر الثاني، أنا أعتقد أن بداية الضخ لسلاح هجومي قد يكون البداية بأعداد قليلة، ولكن من الذي يضمن أن لا تستمر هذه الأعداد، سيما إذا علمنا أن بريطانيا بعد مراجعتها للعملية العسكرية التي تحدث في أوكرانيا وجدت نفسها أنها يعني تتجاوب بشكل جيد وأنها ستتفاعل بشكل أكبر. هناك اجتماع مرتقب الآن ما بين بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، سيكون من خلالها الآن يعني بما معناه تفاهم أن تدخل ألمانيا بشكل جدي وحقيقي بدعم بالأسلحة الهجومية، أتكلم عن ليوبارد الـ2 الدبابات الألمانية الشهيرة. لذلك أنا أعتقد أنه سيكون هناك فارقا في العملية، وكأن أوكرانيا تريد فعلا أن تستثمر مع بدايات الربيع القادم في دحر القوات الروسية، وسيكون الأمر عبئا كبيرا على القوات الروسية، سيما إذا اعتمدت القوات الروسية السياسة المرتزقة أو ما شابه. أما إذا كان هناك فعلا تحضير عسكري كما ذكر الضيف من خلال العتاد أو ما شابه، فأظن أن هذه أيضا تعتبر مشكلة. فنحن نتكلم عن ثاني أكبر جيش في العالم، ونحن نتكلم عن أكبر مخزون من السلاح. هل يمكن أن تكون عملية عسكرية لمدة 11 شهرا أو قبل ذلك بقليل تستنزفه من حيث العتاد، فيستعين بطائرات مسيرة إيرانية أو يستعين بعقود مع كوريا الشمالية أو ما شابه؟ أنا أعتقد أن هناك فعلا نوعين من الترسانة، الترسانة الاستراتيجية والغالية الكلفة وذات الدقة العالية، فأعتقد أن روسيا بدأت الآن تشعر بأن الكميات التي يجب أن تكون محافظة عليها في مستودعاتها بدأت تقارب النفاذ، وبالتالي هناك سياسة للتقليل من هذا الأمر، ولكنها لا تستطيع أن تبتعد عن هذا السلاح، كون أن هذا السلاح فقط هو الذي يتصورون من خلاله أن يكسروا إرادة الشعب الأوكراني. أما أسلحة الطائرات المسيرة شاهين أو ما شابه، فأنا أعتقد أن السلاحات الدفاعات الجوية الأوكرانية تستطيع أن تقف لها، واستطاعت خلال فترة قصيرة أن تتعامل مع هذا الأمر. أما بالنسبة للصواريخ البالستية أو الصواريخ المجنحة كالبير أو ما شابه، فحتى هذه اللحظة القوات الأوكرانية لا تستطيع أن تتفاعل معها بهذه السهولة. آخر ما سمعناه مثلا الذي حصل البناء في دنيبرو، يعني وجدنا يعني بناء كامل من عدة طبقات انهار ببساطة بهذا الصاروخ الضخم الذي حتى هذه اللحظة لا تمتلك أوكرانيا دفاعات جوية تقف أمامها مثلا. نعم.